طيب اسمعني، انتقل لدكتور عثمان شعلان، واحنا اسفين جدا يعني سهرنا حضراتكم، وانا عارف يعني بتصحوا بدري وفي مهام من بدري عشان الاستعداد، انا اسف حقكم عليا يعني. ولكن دكتور عثمان، سؤال اخير لحضرتك، وجامعه الزقازيق من الجامعات الحقيقه اللي زي كل الجامعات المصريه ليها دور في حياه كريمه، ما ينفعش حضرتك تكون معايا والزقازيق واحده من المحافظات يعني طبعا في هذه المبادره الرئاسيه المهمه، وما اسالش حضرتك ايه الدور اللي بتقوموا بيه خدمة المجتمع اللي حوالين جامعة الزقازيق. حياة كريمة ده مشروع يعني كان حلم بعيد المنال. إذا كان انتصار 6 أكتوبر انتصار للأرض والكرامة، فحياة كريمة ده انتصار لمعاناة 60 مليون مواطن. أنا من الشرقية هنا، في 41 قرية في الشرقية فيهم حياة كريمة، أنا بنتمي لأحد هذه القرى، فكنت أعرف مدى المعاناة اللي هو انتصر عليها مشروع الكبير الضخم اللي هو حياة كريمة. إنك تحصل على مياه شرب نقية، إنك تحصل على مكان تتعلم فيه كويس، أو مكان تتعالج فيه كويس، وحدات صحية، أو طرق ممهدة، أو مراكز شباب تحتوي الشباب والخدمات الرئيسية. إحنا شايفين أتوبيسات جامعة الزقازيق بتنزل بالطلبة وشغالين مع الحمد لله القوافل اللي موجودة هناك. جامعة الزقازيق ليها دور يعني مميز زي كل أدوار قطاعات الدولة في هذا المشروع الضخم. عندنا قوافل شاملة، قوافل طبية بتروح ب 15 تخصص، 10 تخصصات، 12 تخصص، سواء كان بطنة، عظام، رمد، مخ، أعصاب، جلدية، أطفال، وبنصرف لهم الأدوية مجانا. وبإذن الله كمان هنشتري دلوقتي عيادة متنقلة للأسنان، وكمان كلية الهندسة بتعمل دور خطير جدا إن هي من أول بداية المشروع، واحنا جميع الاستشارات بنعمل الرفع المساحي. الرفع المساحي ده بنعمل خرائط للقريه ببان الكثافه السكانيه، ببان اماكن الفراغات، بيستخدم في تصميم المجاري والصرف الصحي علشان الارتفاعات، بشبكه الطرق ازاي نوصلها ببعض وازاي نيسرها ببعض، برضه بتعمل تصميم للطرق، بتعمل ابحاث تربه، وكمان ابنائنا الطلبه في كليه الهندسه في ضوء الحمد لله انا ما اعتقدش هيبقى في مشكله في التسطيم، لان الطلبه دلوقتي مسؤولين. أكيد. لما شافوا مشروع حياه كريمه عملوا اختراع كبير جدا، او يعني ان هم عملوا محطه تنقيه مياه شرب، لان عندنا في القرى بتلاقي في توابع بعيده جدا وعدد السكان قليل وصعب انك توصل ميه نظيفه، فعملوا محطه ميه بالطاقه الشمسيه. عظيم. ومع شركه المياه الشرب والصرف الصحي، وفعلا وصلت المحطه وعملوا اختبارات. والله يا دكتور يعني انا ودي تخدم ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك ده محتاج، احنا يمكن مقصرين ان احنا محتاجين ان احنا ننقل ده للساده المشاهدين، فارجو حضرتك تسمحوا لنا ننزل نصور يعني ده كله محتاج يتصور يعني، مش هنكتفي بالمشاهد دي يعني. جامعه الزقازيق اكيد يا دكتور واحده من الجامعات اللي بتقوم بدور كبير في ده. كويسه طبعا طبعا اكيد دكتور عثمان يعني. وعملت حاجه كمان بالنسبه للمشروعات الصغيره، مع جهاز المشروعات الصغيره جبنا الشباب بتاع مركز الحسنيه اللي هو في حياه كريمه، نشوف مشروعاتهم ايه وراجعوها فعلا ان هي قابله للتطبيق، وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تمام، إن هم يعملوا المشروع ويدعموه ويظهر على أرض الواقع بإذن الله.